بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 85. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقفنا عند قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقلنا إن الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أيا كان هذا المعبود من ملك أو نبي أو رسول أو ولي أو حجر أو شجر أو صنم أو غير ذلك. هذا هو الشرك، لأن يجعل لله شريكا في عبادته سبحانه وتعالى. وقلنا إن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، وهذا يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان ويقدح في العقيدة. ومثلنا لذلك بالحلف بغير الله وبالرياء والسمعة في الأعمال وبقول لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، لولا كذا لم يحصل كذا. فهذا كله من الشرك الأصغر، فهو شرك لكنه لا يخرج من الملة. هو الشرك في الألفاظ، شرك في الألفاظ دون الاعتقاد. أما لو كان شركا في اللفظ والاعتقاد صار شركا أكبر، لكن هذا يسمونه الشرك في الألفاظ. وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الأنداد فسرها بالشرك الأصغر، مثل لولا الله وفلان، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لو إلى آخره، قول ما شاء الله وشئت. قد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، أي شريكا، قل ما شاء الله وحده. وإذا أراد أن يذكر مشيئة الرسول أو مشيئة غيره فليأتي بثم، فيقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم للترتيب والتأخير، فتجعل مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله إن الله لا يغفر، لا يغفر، المغفرة في اللغة الغفر هو الستر، الغفر هو الستر، ومنه المغفر الذي يلبس على رأس المقاتل ليقيه من السلاح. فمعنى لا يغفر أي لا يتجاوز عن هذا الذنب، ولا يعفو عن صاحبه، لأن الشرك لا يقبل المغفرة، وهذا في الشرك الأكبر محل إجماع أنه لا يغفر. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي هذه الآية يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا مطلق في الشرك الأكبر والأصغر.
ومن ثم قال بعض العلماء إن الشرك الأصغر لا يغفر أيضا، فلا بد أن يعذب به، ولكن صاحبه لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر، فهو يعذب في النار لكنه لا يخلد فيها، وينجيه الله بما معه من التوحيد، لكن لا بد من تعذيبه لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا يشمل الشرك الأصغر. ومن العلماء من يرى أن الشرك الأصغر قابل للمغفرة مثل سائر الكبائر، مثل سائر الكبائر، فهو قابل للمغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن ظاهر الآية يؤيد القول الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك من الذنوب، لمن يشاء. يغفر الذنوب لمن يشاء، سواء كانت كبائر أو صغائر، فإنها تحت المشيئة. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة والغلاة الذين يكفرون بكبائر الذنوب التي هي دون الشرك، فيها رد عليهم، لأن الله جل وعلا قال: ويغفر ما دون ذلك، ويدخل فيما دون ذلك الكبائر التي دون الشرك، فهي قابلة للمغفرة بإذن الله، وقابلة للتعذيب بها، لكن صاحبها إذا عذب إنه لا يخلد في النار، بل يخرج منها بما معه من التوحيد وأصل التوحيد. ويغفر ما دون ذلك، أي دون الشرك، لمن يشاء أن يغفر له سبحانه وتعالى، فهذا راجع إلى مشيئة الله. ومن ثم قال العلماء إن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال جل وعلا: ومن يشرك بالله، قال تعالى مبينا غلظ الشرك: ومن يشرك بالله فقد ضل. والضلال خلاف الحق، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا ويل الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.